لا القناة، أي قناة في العالم، وأنا عارف بقول إيه، وهشرح لحضراتكم هذه الصورة من المسجد الأقصى. المسجد الأقصى اللي بجد بقى، اللي أنتوا بتشوفوه كله في الصور ده ملوش علاقة بالمسجد الأقصى. هوري لحضراتكم المسجد الأقصى، هوري لحضراتكم سيدنا محمد أم الأنبياء فين. لما قالوا له أنت كذاب اوصف لنا المسجد الأقصى، فبدأ يوصف النقوش. هوري لحضراتكم النقوش اللي موجودة في المسجد الأقصى. انتوا هتذهلوا الأول، لأن المسجد الأقصى ده تحت الأرض بحوالي 12 متر. الأهم من ذلك إن أنا هوري لحضراتكم برضو المكان اللي بيقولوا فيه هيكل سليمان. الصراع كله على 100 متر مربع، هنشوفهم مع بعض. اللي احنا شايفينه ده كان باب الاسباط. احنا دخلنا كده، دي الساحة، القبة السوداء اللي في الوش دي اللي دخل عليها الكاميرا، هو ده الدور الثاني من المسجد الاقصى اللي هو على وش الارض، اللي بناه الوليد بن عبد الملك والسلطان، هو السلطان العادل الوليد بن عبد الملك. ده اللي فوق اللي الناس بتصلي فيه. المسجد الاقصى هو بقى اللي تحت الارض ده، اهو ده المدخل بتاعه، الباب هيتفتح، فتحنا الباب، هو ده المسجد الأقصى زي ما حضراتكم شايفين. ده تحت الأرض بحوالي 12 متر، نظام أنابيب، أنبوبة دائرية اهي، ده جدرانه. قالوا بال حضراتكم، والتوسعات دي اتعملت، عملها عمر بن الخطاب، يعني ده كله ده اللي بنيه الفاروق عمر بن الخطاب. كل اللي حضراتكم شايفينه ده الفاروق عمر بن الخطاب الذي بناه بالنظام الانبوبي اللي حضراتكم شايفينه ده، لان ده محفور في قلب الجبل، ده محفور جوه الجبل، ده جوه ده السقف زي ما حضراتكم شايفينه، الانبوبه اللي حضراتكم شفتوها. هذا المسجد الاقصى، ده الفواصل، لا انبوبتين جنب بعض، الممرين الاثنين اللي بناهم الفاروق عمر بن الخطاب اهو. في بنات معدية من ممر، واحنا واقفين في الممر التاني، وفي بينها وبين بعض الابوات اللي هي على الطراز الاسلامي اللي حضراتكم شفتوها. العواميد اللي حضراتكم شايفينها دي بتحمل المسجد الاقصى اللي فوق اللي بناه، المسجد اللي بناه الوليد بن عبد الملك، هو ده المسجد الأقصى. هي دي النقوش بقى بتاعت العمويد دي في قلب الجبل اهو، شايفين بقى حضراتكم، عشان عدم الترميم وعايزينه يقع، شايفين حضراتكم كل ده تحت الارض بعمق 12 متر. ده عمود من العهد السابق للإسلام، شايفينه حضراتكم. المنطقة دي اسمها حجر سليمان، المنطقة اللي حضراتكم شايفينها دي حجر سليمان، ده الجبل، ده العمود ده في قلب الجبل، وكان هيقع، فعاملين له الصلبة
اللي حضراتكم شايفينها دي من الخرسانة اهو صلب الخرسانة ده عائم اللي شايلة الحوامل اللي التي تحمل المسجد الأقصى اللي فوق اللي بناه الوليد ابن عبد الملك وليد ابن مروان ابن عبد الملك اللي حضراتكم شايفينه ده بقى هي دي الصراع على الحتة دي. رجعنا تاني للعمود هتيجي الصورة تاني عمود اللي كان هيقع والمعمول له صلبة هو ده ده تحت الإشراف الأردني الأردن هي اللي بتشرف على الحاجات دي وهي اللي عملت الصلبة دي وعملتها بعد معاهدة السلام اللي وقعتها مع إسرائيل لأجلك يا مدينة الصلاة دي أحد نقوش الأعمدة كل ده في منطقة اسمها حجر سليمان اللي هي أول شيء في المسجد الأقصى هو ده المسجد الأقصى ده المسجد الأقصى الذي لم يراه أحد ولم تزيعه قناة ولم تصوره قناة من قبل ده حجر سليمان بقى هذه هي القبلة التي أما فيها النبي الأنبياء قبل الصعود إلى سدرة المنتهى اهي جايبينها تاني شايفين بقى حضراتكم في المساحة دي هي دي في المنطقة دي وهي دي النقوش اللي ما سألوه أهله في مكة طب قول لنا اللي موجود في المسجد الأقصى فوصف النقوش اللي حضراتكم فتحنا منها دي عشان بيصف المسجد الأقصى من بره الساحة اللي بره والحتت دي الساحة اللي بره دي كانت قدام الجبل اهي تاريخ الحتت السودة دي بتقول تاريخ قديم جدا حيطان جبلية في بطن الجبل اهو اهي اهو زي ما حضراتكم شايفين استعراض للسقف هو ده دي اسمه حجر سليمان اهو هو ده هو ده صلى النبي امام في المساحه دي وكان واقف ورا منه الانبياء في العرض والطول اللي حضراتكم شفتوه ده احنا هندخل هنا بقى جوه الباب اللي احنا شفناه دي مغاره اهي دي بقى المغاره اللي موجوده اللي بيقولوا للهيكل موجود هنا هما بيقولوا الهيكل تحت دي طبعا لا في هيكل ولا في حاجه خالص موجوده ايه نبذلنا المستحيل على ما صورنا دي ده اهو هي دي المنطقه دي اللي هي الاوضه اللي جنب دي هما بقول لك بقى ده الهيكل تحت دي الحته اللي حضراتكم شفتوها قال لك الهيكل تحت دي ده بقى حضراتكم ما زال المسجد الاقصى اهو ده كل دي التوسعات اللي بناها سيدنا عمر بن الخطاب انما الحتة اللي حضراتكم شفتوها دي في الاول اللي هي فيها المغارة واللي انا قلت النبي عليه الصلاة والسلام صلى اماما للانبياء كان هي دي اساس المسجد دي اسمها الساحة المروانية دي جنب المسجد الاقصى اللي حضراتكم شفتوه بناها مروان بن عبد الملك بنى الساحة المروانية كل ده ما بتزعش ولا تشاف قبل كده لأنه ده تم إعادة افتتاحه بعد ما الأردن وقعت اتفاقية السلام مع إسرائيل لأن ده وقع تحت الإشراف الأردني دي ساحة المروانية اللي كان بنيها مروان بن عبد الملك ده مش ده اللي بنيه الحكام أيوة بس عشان خاطر الناس تعرف ايوه نفس الطريقه اللي بنى بيها عمر بن الخطاب او عمر بن الخطاب عمل توسعات اول توسعات عملها عمر بن الخطاب للمسجد الاقصى بعد كده ده المروان بن عبد الملك
دي جنبها وتحت الارض برضو. اللي حضراتكم شايفينه ده لما الرومان الحملة الصليبية، يا ربي لما الحملة الصليبية دخلت قلبوا ساحة الساحة دي الى اسطبلات للخيل، فكانوا بيربطوا الخيول، كانت هي دي اسطبلات الخيل في الحملة الصليبية على اورشليم القدس، وكان الحفر اللي عاملينها دي بيحطوا فيها بيربطوا فيها الخيل ويحطوا اكل للخيول في الاماكن دي طبعا بقايا الترميم، يعني زي ما حضراتكم شايفين كده الساحة دي كانت اسطبلات الخيول بتاعة الحملة الصليبية، وده المسجد مروان بن عبد الملك الملاصق، ده في قلب ساحة المسجد الأقصى. القبة السودة دي قبة اللي تحتها المسجد الأقصى بالدورين الاتنين، ده الدور اللي فوق، وتاني بقى ننزل تحت اهو، شايفين حضراتكم الحفريات بقى بتحصل في المنطقة دي، الحفريات اللي هما بيعملوها بتحصل في المنطقة دي عشان عايزين يدخلهم. أيوة شايفين اهو دي سلالم الحفريات علشان عايزين يدخلهم يشوفهم ايه اللي موجود في المكان اللي احنا صورناه.